في ثلاثي لافتين نظري قوي عملوا دبس او عملوا عمق في تشكيله النادي الاهلي. ثلاثي كان غايب، طاهر محمد طاهر كان غايب للاصابه، بيرستاو كان غايب للاصابه، كهربا كان غايب بسبب ظروفه. الثلاثه النهارده نزلوا مع بعض، الثلاثه عملوا حاله هجوميه رائعه جدا للنادي الاهلي، وخلت النادي الاهلي بقى عنده اساسيين وعنده بدلاء رائعين جدا، تحديدا بيرستاو وكهربا. رايك في ادائهم؟ لا النهارده ما هو ده اللي احنا قلنا من اول الحلقه، الراجل خلق حاله التنافس، خلى كل اللعيبه ما عندوش اساسي واحتياطي، اللي هينزل ويثبت نفسه هيلعب. حتى في التمرين لو في ناس كتيره، يعني كريم فؤاد قبل الاصابه هو لعب منين؟ لعب في التمرين والماتشات الوديه، ما كانش لعب لسه ماتشات رسميه. حتى مع منتخب مصر لو تفتكر كريم فؤاد ما كانش لعب، صحيح. فهو لما رجع وادى في التمرين كويس واثبت نفسه بقى رقم واحد عند الراجل. هي الراجل عامل حاله، يعني عارف انت، حاله تنافس رهيبه ما بين اللعيب. اللي هيثبت نفسه ويموت نفسه هو اللي هيكون موجود. ودي حاجه كويسه، انت مش مخلي يعني انا من الناس قلت طاهر لما هيرجع هيلعب. يعني انا قلت هيرجع يلعب مثلا على عبد القادر لا اما حسين الشحات. لا الراجل استمر على التشكيل النهائي اللي بيأدوا اداء كويس، اللي هم مفنشين كويس. عارف مين عاجبني قوي؟ كابتن حسن بيرستاو. بيرستاو بس يعني الاصابات تخف عنه شويه بس، صح؟ هو يجي ويبدا بس هايل لمسته الكوره. اصل هو خلي بالك هو عنده مهاره وسرعه النهارده هايل جدا، والفينش بتاعه ممتاز كويس قوي. هو دوت، هو دي مشكلته. لا مشكلته بيرستاو لو انت كان زي ما انت بتقول الفينش بتاعه كويس كان كسب النادي الاهلي بماتش النهائي في بطوله افريقيا. بس راح بكورتين على الجول. دايما بيرستاو لما بيشارك بيسجل. مش هنحسب يا حسن على حاله مباراه بالظبط، وضع طبيعي. طب انا اقول لك على حاجه، ماتش الريال الاخير فينيسيوس مش في حاله يتذبح. طبعا ضيع كره فوز، مش موضوع كوره ده اكتر من كوره. مع العلم عمل شوط اولاني حاجه هايله جدا، الشوط الثاني مش موجود وممكن يكون هو سبب ضيعان الثلاثه بوينت على الريال 100%. بس عبد الله تبقى حاله مباراه، وممكن الحاله دي يا كريم تستمر. ايه زي ما احنا بنتكلم مثلا حسب الحاله، ممكن تستغلها خمس دقائق. لو انت حالتك الفنيه كويسه في الخمس دقائق دول ممكن اسجل، صح، وممكن اقعد على الباقي على الخمس دقايق دول 90 دقيقه دول ابقى حالتي مش تمام. بس ممكن اطلع بالخمس دقايق دول لان انا كسبان. مظبوط. ويس على ذلك ماتشات كتير، سواء هنقيس مثلا مقارنه بريال مدريد في ماتش السيتي. وريال كسب في الدقيقه كام؟ في الاخر بقى، اخر الساعه، اخر خمس دقايق. هي حاله مباراه، توقيت، صح. توقيتك انت في الوقت ده انت فايق تعرف تخلص. ودي الفرق الكبيره، وزي ما بقول لك بيرستاو كواليتي لعيب كويس جدا، بس هي حاله مباراه ما كانش موفق فيها. صحيح. انما قيس على ذلك الماتشات اللي بس هو بص على الكور معلش عبد الله، الواحد مرن شويه قد كده معلش. انت تيجي تبص على اللعيب الفينش بتاعه عامل ازاي، بيفنش ازاي، بيروح على الهجمه ازاي. لا هو عنده حاجات كتيره ناقصاه في الموضوع الفينش ده بالذات. طب ممكن لان هو معدل التهديف بتاعه ممكن هنرجع نقول الحاجات دي ناقصه، يبقى هنرجع بقى ايه نخبط مثلا او نتكلم على المدير الفني ان ده دوره. صح. حتى تطوير اللعيب، صح. انا عندي كان محمد عبد الله عندي مشكله في حاجه معينه، ده دور المدير الفني ان هو يجي لازم يعدل لي منها ولازم اشتغل على. طب اسالك سؤال، لما كان في الفرد المغربي اللي كان موجود وليد ازارو، ازارو كان بالراجل بيضيع جوه كتير، لما اشتغلوا عليه هو ده اللي انت بتقول التطوير. طب انا هطور لعيب ازاي وهو اساسا كل يومين بيتصاب لي؟ انا هطور ازاي لعيب ان انا كل ما يجي يلعب لي ماتشين ثلاثه بيتصاب؟ بس هو في المجمل بيرستاو اكيد لعيب كويس. لا لعيب كويس، بس هو الفكره انه ما بيلعبش كتير. عايز اسال سؤال، هو اي لعيب بيلبس الفلينه الحمراء او الفلينه البيضاء او بيروح يحترف هو ده لعيب مش كويس؟ هو احنا لما نيجي نقول حسام حسن لما جه النادي الاهلي ومشي ودلوقتي بيجيب في كل ماتش جون واتنين، هو دوت لعيب وحش؟ ما قدرش يتاقلم مع الفرقه، ما قدرش يتحمل الضغط اللي موجود بسبب الفلينه اللي هو لابسها. بس ده لو ما تاقلمش طبعا مش كل مباراه وكل ما هينزل هيسجل. محمد عبد الله، حسام حسن قعد قد ايه في النادي الاهلي؟ جاب كام جول؟ بس خلاص حسام حسن قصه ثانيه. بس بيرستاو نفسه هو لاعب كبير اصلا، هو جاي لك من صن داونز كان بيلعب. هنرجع تاني لقصه حسام حسن. لو حسام حسن انا بقولها لك وعن ثقه، لو كان في استمراريه لحسام، حسام كان يبقى هداف الفرقه. ما عشان في عناصر كتير. بس هو الموضوع ان انت حته الاستمراريه، انا طول الوقت رجلي في الملعب ولا مش رجلي في الملعب؟ طب انا باجي من بعيد بتحاسبني على كوره او كورتين خلال المباراه؟ طبعا. لا مش طبعا. لا طبعا. انت لو انت مدير فني، لو انت مدير فني وماسك فريق وعندك ثلاث فراوده وعندك واحد هداف وبس بعيد عن المستوى شويه، وفي واحد ممكن تديله خمس دقايق وما بيدكش، هتلعبه؟ هتديله تاني؟ ثواني بس اسالك، انا بسالك كمدرب. ما انا عشان انا مدرب وعشان انا جربت مثلا حته الظلم او ان انا قعدت او ان انا لا سيبك من الظلم. لا ما هو لا ما انت لسه احنا بنتكلم الراجل ده كويس ليه؟ عشان حته عبدالله. العدل الراجل عادل دلوقتي بينه وبين اللعيبه. كيمو انا عايز بس عبد الله يقول لي حاجه.
انت مسؤول عن 30 او 25 لعيب، وده طبيعي غير لما تكون مسؤول انت لما يكون عندي ثقه في كريم وعارف ان انا لو اديته مره في اثنين في ثلاثه بعد كده هلاقي المنتج اللي انا عايزه منه بعد الاستمراريه. انا عندي اثنين تانيين، عندي كان محمد شريف وعندي شادي. بس انا اقصد انه بيرسي تاو عاده يعني في كل مره بيرجع من غياب بيبقى مؤثر مع النادي الاهلي سواء في التسجيل او في الاسيستات. بصراحه يعني ده اللي بنتكلم فيه يعني النهارده بيرستاو كابتن حسن بقاله فتره غايب، والكره اللي جات له النهارده اول كره جات له انا بكلمك بالظبط يا كريم. انا انتاجي ايه؟ انا المطلوب مني انا كفيرود او كهاف الناس اللي بتشتغل على جول صح يجيب يعمل يصنع بالظبط كده صحيح.